أول خطوة البرونزر من سيفورا، بنحطه على الخدود وحول الوجه. الكونتور مع Too Faced Coco Contour Palette مع فرشايات كونتورينج من سيفورا، بنضلل المناطق الخدود والجبين وحول الوجه. بعدين الهايلايت على الملامح البارزة. أول شيء بنمشط الحواجب للشكل المطلوب. من مجموعة سيفورا بنرسم الحاجب بالبراو بانسل، وبعدها بنستعمل مسمك الحواجب وبندمجه بفرشاية الحواجب، وبعدها البراو فريز للتثبيت. تحت الحواجب بنستعمل قلم التحديد من سيفورا الأبيض ليبرز الحواجب وبندمجه.